معكم عابرة 27 عام من كازا رحالة مغربية. قصتي مع النقاب بدات منين كانت عندي 19 عام. كنت كنمشي للسويقة كانوا كيبانوا لي العيالات لابسينو وكان كيعجبني الحال. هذاك الشيء علاش فكرت علاش لا نديرو، بما انه بدا كيبان لينا بالله هو مداتر وهو من الهويه ديالنا المغربيه والتراث ديال بلادنا. دارنا في الاول والناس اللي قراب ليا تفاجؤوا بالقرار اللي خديت انني ندير نقاب، ولكن من بعد عجبهم الحال وقالوا لي بلا انت حره. الناس فاش كيشوفوني في الزنقه ولا راكبه في تاكسي ولا راكبه على بيكالتي صراحه كيشجعوني بزاف وهذا الشيء كيعجبني بزاف. في الاول كنت كنسافر غير في المغرب، وفي 2019 ديسمبر 2019 خرجت اول خرجه ليا كانت من المغرب من الدار البيضاء حتى المعبر الحدودي قرقرات، ومن قرقرات حتى لموريتان، ومن موريتان دست للسنغال، ومن السنغال لغامبيا. هادشي كله دوزته كامل اوتوستوب ورجعت رجعه كامله بنفس الطريقه. في كل بلاد كنت كنمشي ليها كنحاول نتعلم التقاليد ديالهم، كنحاول نتعلم اللهجه ديالهم اللغه ديالهم اللي كيهضروا بها عن طريق الناس فاش كنتلاقاهم في الزنقه. بحال كانت عندي واحد صاحبتي اللي كانت عزيزه عليا بزاف، وكانت كل نهار كنتلاقاو انا وياها وكتبقى تعلمني بحال الولوف، كانت كتبقى تعلمني الولوف وليها فضل كبير عليا حيتاش ملي رجعت لقيت راسي كنعرف بزاف ديال الكلمات، كنعرف نتواصل شي شويه مع الناس اللي كيهضروا بالولوف. كنت جالسه في واحد البلاصه وواحد الناس كانوا كيجيبوا ليا، وديك الساعات كنت عيانه شي شويه والناس كانوا كيجيبوا ليا ديما الغداء والعشاء، وبعد المرات كيكون شي وجبه فيهم مغربيه، وكنت كنتسال ديما واش هاد المراه اللي كطيب واش مغربيه ولا كيفاش. من بعد قلت للناس اللي جابوني لديك البلاصه، قلت لهم عافاكم بغيت نتلاقى بديك السيده اللي كطيب. بعد داوني نتلاقيت بها ولقيتها بالله كيعجبها الطبخ المغربي وديما كتبقى تتفرج في الوصفات مغربيه وكتبقى تطيب بحال المغرب. كنلقى صعوبات ولكن هاد الشيء ما كياثرش عليا، بالعكس هو كيكون حافز ليا باش نكمل القدام. من بين الحوايج اللي عمرني نساهم هو واحد النهار كان في السنغال، فاش كنت في السنغال كنت عند واحد الناس وكان عندهم سبوع وتشفر ليا الساك ديال الدواء، وتما كانت صراحة صدمة كبيرة بزاف حيت ما كانش عندي كيفاش نعاود نشري الدواء بحكم ان ما كاينينش شي دي فارماسي اللي كيبيعوا نفس الدواء ولا كومباتيبل داك الدواء اللي كنت كنشرب. دونك كنت بقيت مخربقة شنو غادي ندير كيفاش، ولا بغيتي تجيب الدواء للسنغال خاصك تكومونديه من فرنسا ويدوبل عليك الثمن ويصيفطوه لك من تما عاوتاني وتخلص عليه. كنت بقيت كنفكر بزاف كيفاش غادي ندير. واحد النهار كنت غاديه في الطريق، دوك الايام كنت كنهبط بزاف في السنتر ديال داكار، وتلاقيت بواحد السيده هي طبيبه تما، هي اللي كانت وراتني كيفاش نقدر نجيب الدواء ديالي من المغرب، والفضل كيرجع لديك الطبيبة حتى هي الصراحة، وكنشكرها من هذا المنبر. والصراحة طموحاتي كاينين بزاف، ولكن من بين طموحاتي أنني نسافر كاع البلدان ونعرف بالثقافة المغربية عن طريق اللباس ديالي وعن طريق مجموعة من الأشياء الأخرى.